جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل البسملة تعتبر جزءا من كل سورة، أي أنها آية منها؟ فإن كان الأمر كذلك ونسي شخص قراءتها في الفاتحة في صلاته، هل صلاته صحيحة؟ صحيح أن البسملة آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا في سورة النمل في قوله تعالى: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل. وأما في غير هذا الموضع فإنها آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، ونزلت في افتتاح السور، وتكتب في أوائل السور في المصحف الشريف، إلا فيما بين براءة والأنفال فإنها لا تكتب، لأنها لم تنزل في هذا الموضع. نعم.